ريكورد. انا دلوقتي عايزه ارتب تصاعدي. يعني ايه يا مس ارتب أنا تصاعدي؟ عايزة ماشي يا مالك، قول يا مالك. يعني ايه؟ من الأصغر للكبير، يعني مثلا 5، 9، 10، 16، 17. ممتاز ممتاز. ارتب تصاعديا يعني من الاصغر للاكبر. يعني هبدا في الاول بالخمسه، اهي هبدا في الاول بالخمسه، وبعد كده 9، وبعد كده 10، وبعد كده 16، وبعد كده 17. ها يلا يلا نكمل. أرتب تصاعديا يعني من الأصغر للأكبر. يعني هطلع من أول سلمة لأعلى سلمة، من أول رقم لأكبر رقم. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ يلا بيقول لي هنا رتب برضو تصاعديا. يلا يا خالد. خالد ملك عمل اللي فاتت. يلا يا خالد. خالد فين؟ طب يلا يا أروى. أدير يا ماس. أنا بتكلم والمايك مقفول. طيب يلا يا روح. طب استنى نسمع أروى ده عشان أروى ما شاركتش خالص. يلا يا أروى. 0 7، 2 12، 15، 19. 0 7 12 15 19. ممتازة. طيب يلا بعد كده اهو. يلا يا خالد. 14 لا ارتب تصاعديا أول حاجة، تصاعديا. أصلا وبعدين أكبر. 5، لا في واحدة 6، اصغر، في واحدة اصغر. 4، ايوه 5، ايوه 6، ستة. حاضر يا نور حاضر. ايوه انت ما قلتش الاربعة. 14، ايوه واخر واحد. 20. ممتاز ممتاز. طيب اخليكي تجاوبي المره الجايه يا نور. بس انت بقى يا نور هتجاوبي في التنازليا. يعني ايه تنازليا؟ من اسمها انا هنزل، هنزل السلم بتاعتي، هنزلها من اكبر رقم لاصغر رقم. يعني هرتب من الكبير للصغير، هنزلها من اكبر رقم لاصغر رقم. طيب أول حاجة عندنا يا نور هنا، فين أكبر رقم عندي؟ 15. ممتازة. أول حاجة هكتبها 15، وبعد كده ممتازة 10، وبعد كده شطورة، وبعد كده شطورة نور، وبعد كده ممتازة ممتازة نور. كده احنا رتبنا تنازليا. طيب عايزة دلوقتي مين؟ عايزة دلوقتي مالك. يلا يا مالك. 19، 17، 12، 8. 8. وبعدين فاضل واحدة، آخر ما واحدة فيش السبعة. في 7 اهي، في 7 اهي، في 8 وبعد كده السبعة. طيب يلا مش يا واضحة ايه، عندي السبعة. ما كانتش واضحة عندك. اوكي مش مشكلة. طيب يلا يا خالد. 20، ايوه بعدين. 11، لا بص كويس، 20، وبعد كده 16، 16. ممتاز. وبعد كده 11، ممتاز. بعد كده 8، شاطر. وبعد كده 4، ممتاز. يلا يا مين اللي كانت معانا لسه داخله؟ أروى. يلا يا أروى رتب تنازليا. أدرينا. يلا يا روح. ممكن الصوت بس، مش عايزة حد يفتح غير أروى عشان في صوت أطفال. أنا قفلت المايكات، تفتحي أنت بقى يا أروى دلوقتي.
ماشي. يلا يا رب. تسعتاشر، ايوه ستاشر، 19، شطورة. خمستاشر، ايوه تمانية وسبعة. 8، 7، ممتاز. طيب تعالوا بقى هنا نحلها بقى على اعداد ايه اكبر شويه ولخبطه اكتر شويه. يلا بعد نور، بعد اروى كان عندنا نور. يلا يا نور رتب ايدي بقى يا نور، رتب ايه مكتوبه ايه دي؟ تنازليا، رتب تنازليا. شطوره. هنرتب من فين لفين؟ من الكبير للصغير ولا الصغير للكبير؟ من الكبير للصغير. من الكبير للصغير، هنزل من أعلى سلمة لأقل سلمة. طيب مين أكبر حاجة عندي في دولة؟ نقرأهم كويس الأول، اقرأ الأعداد الأول كويس. مين أكبر حاجة؟ خمسة وخمسين. شطورة. 55، هكتبها في الأول أهي الـ55 وأشطب عليها علشان أبقى عارف إن أنا خلاص أخدتها وما كررهاش مرة تانية. طيب وبعد كده خمسة أربعة وخمسين. 54. شطورة. 54 وأشطب عليها. طيب وبعد كده 45. 45، ممتازة. استنى، 45 أشطب عليها وأكتبها. لما نيجي نحل على طول في أي حاجة أشطب عليها وأكتبها. طيب بعد 45 يتبقى لنا مين؟ 44، ممتازة نور، ممتازة نور، وشاطر يا مالك. مالك كمان كتب لي. طيب يلا يا مالك اقرأ الأعداد الأول وبعد كده حل. لا محدش يكتب. مين محمد كامل اللي لسه داخل وبدأ على طول بالكتابة؟ ازيك يا محمد؟ طيب محمد الصوت عنده مش واصل. طيب يلا يا مالك مالك نعم. يلا يا مالك قل لي فينا فين أول عدد نكتبه. اقرأ الأعداد الأول. سبعة وسبعين. لا صعبة بالنسبة لكم الأعداد دي؟ الأعداد دي لو صعبة طيب أنا هسهلها عليكم، بس إحنا المرة الجاية في حاجة هناخدها هتخلي سهل علينا. بس مبدئيا هقول لكم دلوقتي، أنا عندي الأعداد بتاعتي ساكنة في بيوت الآحاد والعشرات، هناخدها ثمانية بالتفصيل المرة وستين. الجاية. ماشي إحنا هناخدها ثمانية وستين. استنى بس، استنى بس، هناخدها بالتفصيل المرة الجاية وهنعرف إن إحنا وإحنا بنرتب ببص للعشرات، ببص للعشرات الأول أقارن ما بين العشرات هنا وهنا وهنا. ماشي وهشوف أكبر عشرات تبقى ديت الكبيرة، لكن أصغر عشرات هي ديت إيه الصغيرة. طيب هنا عندي 68 هكتبها في الأول لأن هو هنا بيقول لي رتب تصاعديا. ممتاز. طيب وبعد كده يا مالك هنكتب مين؟ بعد كده ببص للأحد 77. 77، ممتاز. عندي هنا 7 وعندي هنا 7، فطبعا اللي بيكرر لي 77 هنا في الأحد. وبعد كده 86. لا في واحدة قبل 86، احنا شطبنا على دي وشطبنا على دي، كتبنا الاتنين دول، فاضل لي 78. 78، ممتاز. وبعد كده ماشي يا نور 86، شطورة. بس ده دور مالك، 86، ممتازة. طب نخلي بقى المسائل دي للمرة الجاية لما ناخد الأحاد والعشرات عشان برضو تبقى سهلة عليكم، عشان احنا وقتنا يعني ايه قرب خلاص. انا بس عايزة اعرف مين اللي لسه داخل. محمد كامل
يا محمد، محمد يا محمد، شارك معانا بأي حاجة. طيب طيب خلاص، هو خلص في شوية مسائل كتير من دول، بس نكملهم المرة الجاية لما ناخد الأحاد والعشرات، وكمان نرجع على الأعداد في البداية. ما تدخلوش متأخر، أوكي؟ أنا عايزة يعني، أنا بيدخل معايا أول حد خالد، وبعد كده مالك، عايزة أروى ونور والباقي يدخلوا بدري. تمام، نورتونا في ام اس اكاديمي، انا مش ريم، واهلا وسهلا بيكم. استنونا بقى ايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. أنا عايزة وعليكم أسأل سؤال، عايزه تسالي سؤال، اتفضلي. هو نفس الحصة دي هتتعاد كل يوم؟ الحصه دي بناخدها كل سبت الساعه 8 بتوقيت مصر، كل سبت 8 بتوقيت مصر. أخدنا قبل كده حصتين ودي التالتة، وهناخد برضو إن شاء الله السبت الجاي. تمام؟ إن شاء الله استنيك الأسبوع الجاي يا رود. ماشي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة، هو احنا هناخد واجب؟ واجب هبعت لكم. طيب واجب يعني مش عارفه، انا مش بعرف ابعت لكم واجب. طيب هديكم واجب، استني طيب ثواني هشوف بس الواجب في مكان تاني، نعمل بس ستوب ريكورد.